واخا شوف عاوتاني دابا دزنا من المطره فهمتوني ياك غندوز سيدي عاوتاني التيول لاصق اليسا تاهي كذلك العبار ديالها 3 متر ونص على متر ونص تاهي كذلك فيها الوينات هذه كندير 6000 درهم غنزيد مازال هنا غادي نفاجئكم ونخليها حتى الاخر عاوتاني باش ندوز لك الثمن اللي غادي دير في الاسبوع الاول ديال العيد يعني لا استفدتي في ذاك الاسبوع ديال الاول ديال العيد بصحتك وراحتك كوني عالقين بان ما كان عندك الحظ وكنتي من الانسانات كيف كنقول من الناس اللي هما ميسره في الرقم اي حاجه ميسره في الرقم اسمح لي اسمح لي اخر شباب تحيد لي هذا الكوب الفوقاني هذا كاملين اخص بغيت عندويلك على هذا لوروج ما فهمتش كلشي كيسولك عليها الخياطات لي ستيل ديال المغر كامل لوروج طوندونس وحط على الاقل طرفه بوحدو خويا وخليه لا حنا ما كنعزلوش وما كنستغلوش واحد الحاجه في بلاصه واحد الحاجه خاص محل كنبيعو داكشي كي انا كنقول لك شي اللي غادي يدير البيع يشري لورانج ما يمكنش يطيح فيه الثمن حيت طوندو ولا قلت لك لورانج ما يتصوروش كاع ما يصوروش كاع ولا قلت لك ربما كاع بحال شي واحد ما يقدرش يشري ولا يدخلوا للمحل حيت شويه طالع ولكن حنا كنخليو كلشي في كلشي كل كلشي حيت هو غالي هذا لورانج غالي غالي باش قدام الكري كلشي لون اللي كيكون لاعب اسمح خويا هو اللي مطلوب كلشي كيسول عليه بوحدو هو نورمال وكيدز في الثمن عادي في بلاصتو حنا ما يمكنش انا نشري لورانج بوحدو كل بامكاني نشري لورانج بوحدو ما غاديش نشري لوينات اخرين ولكن هادشي ما كيعنيش بان هاد اللوينات مزوينين اللوينات كلهم واعرين هذه التيول اليسا كيف كتشوفها مع مخدومه بالصم شي الصم حر ومخدومه كذلك بالموزون صغيره صغيره اكثر من طيح لك على البال وكذلك مخدومه بالحجر الزاج مكركب وفي الخدمه ديالها كتجي ايفاز الزواقه ديال هذه مثلا كتجي غير في الجلال هذه سيدي محمد عاوتاني غنقول لك الثمن الاول ديالو وعاده من بعد عاوتاني فاش غنكمل التسريح غنقول لك الثمن ديالو اللي غادي ندير لك نقول عاوتاني كلشي وانت دابا انا ما بقاوش عندي الركابي خصك تقول الثمن دابا احسن ما يا خويا 6000 درهم وانت عارف هذه 6000 درهم حنا ديجا كيف كنقولوا ناقصين لا عرفنا وشاف الكليان وخداوها الناس دابا قول لنا الثمن ديال دابا سي بشعل نقول لك الثمن ديال دابا نقول لك الثمن ديال دابا ما طيحش لك على البال خاص محال بغيت الاخر ونخلعك نسرح ونكمل بشويه عليا بلي خاصني نتلذد في الفقصه ديالك هذا هو اللي كنقول عشان دابا حلا شي اللي ما تلذدش فهمتي لما طلع شي ديك شوف السيد هذا راه ما كاين كلون في الانتقام ما درت والو شوف السيد هذا ما شنو داير لي انا هذا السيد هذا ايلي صعب هاي كنقول 3 متر ونص على متر ونص فين هي اللي كتعصر ايفازي وقالت لك انا حق عروسه وموديغر وكنبغي شي حاجه عصريه وباغا نبان شيك وباغا ندير في الصاله ديال الكوفواسا وباغا 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 ها الحل فين هاو 6000 درهم سيدي محمد هذه اللي كنهضر عليهم عاوتاني وعاده كنقول لك عاوتاني كتختاري البيسه من هذه البيسه ديال 6000 درهم اللي عجبك هنايا عاوتاني راه صورت لك غير ثلاثه الالوان غير باش نوصل لك الميساج حيت اللي بغيت نصور كل شيء ما غاديش يكفي غادي يجي الفيديو طويل وما بغيتش نكون ثقيل عليكم هذه اللي صعب دايره 6000 درهم كذلك سي من بعد العيد ان شاء الله راه كاينين اللوينات ديالها سي غادي نصوروها غادي نديروا ليها 3500 درهم وغنعطيك عاوتاني معها بحال هكذا جوهره كتختاري اللوين اللي بغيتي انت على ذوقك مولات 350 درهم و50 درهم ديال البواطه قولي هي 400 درهم وحنا ما غاديش نتحاسبوا وكنقول لك 3500 درهم يعني رابحه 1000 درهم في البرومو وزيدك جوهره عاوتاني ب 350 درهم هي اللي رابحه 1500 درهم الا كنتي كتحسبي معايا وفهمتيني شنو كنقول اليس كذلك؟ انه كذلك على بركه الله دابا ندوزو من هذه شوف عاوتاني سيدي محمد هذه اليس عبد اخرى عاوتاني هذه سيدي غزاله وبزاف هانا اختي ما تعرسي هانتي باش غتعرسي هانا شي حاجه كيف كنقولوا حنا ديال تحمارة الوجة تخلي كلشي هضرتك الغادي واللي جا واللي حاضر ونسابك وجيران جيران راجلك كلشي يعني غادي يبقى بالو قول لي يا خويا بشعل دابا انت هذا في المحل في الكليان ما كتخليناش نبيعه كتخبيه راسك هنا في الفيديو بينتو انا ما فهمتش هذه راه كان جاي داير انا فرزيه حيت الدراري غادي يتقلقوا هنايا كيقول لك حيت كيجيو كليان ديالهم كيقول لهم عطينا هذيك لورونج كيقولوا لهم لا ما كاينش وانت راك راس دول تحت علاش في الفيديو درتيه دابا؟ واش غنقول بعض المرات ملي كنبغي نتصالح مع الكليان كندير ضرس كنقلب على شي حاجه باش تصالح حيت شي واحد ما كيتخاص مع مراتوش كيجيب لها كاشيطه كادو جلابه فهمتي المهم يجيب لها شي حاجه حيت راه كيف كنقول هذاك راه رب الاسره وهذيك راه هي العمود الفقري ديال الدار كيف كنقولوا حنا كيف كيقولوا باللغه ديالنا ديال العربيه هذيك هي الركيزه الصحيحه هذاك هو الحمار ديال الدار يعني الدار اللي ما فيهاش المراره ما فيهاش حتى شي حاجه هذيك راه ما دار مولوله لا خطينا عيالات هذه سيدي هي كذلك 6000 درهم الخدمه كيف كتشوف معايا نقيه القفيطي الحرير لاسوا اللون اللي عشقتي انت نديرو لك هذه هي كذلك راه بحالها من 6000 درهم عاوتاني 4500 درهم الاسبوع الاول فقط ديال رمضان 3500 درهم كتختاري اللون اللي بغيتي بحال مثلا هذا الفيغ بيستاج هذا ما بغيتيش ذاك بيستاج ديري عاوتاني كذلك بلو جين ما بغيتيش بلو جين لورونج خلاص هذاك راه شاكر راس ولا نقاش فيه كلشي كيقلب عليه بيع راسو ما بغيتش نشكروه ولا تمعنتي فيها مزيان عاوتاني فيها دوبوا يعني فيها واحد الحاشيه اللي هي عامره بزاف بحال هذه اللي درتها من الفوق دابا والاخرى درتها خفيفه لتحت علاش كي ما بغاش قالت لك هذوك جلال عامره لتحت اليوم اختي كيفاش ولاو كيديروا لي يعني كيخيطوها بحال هكا كيديروا العكس كيشدوا عامره من هنايا وكدوز بليات وكتجيب واحد القطعه هنايا هنا عامر والتخت خاوي وكتزيدي بغيت تعمري صدر تعمري ما بغيتش تعمري صدر كتخليها خاويه هذه مولات 6000 درهم اللي كنعاود لك عليها اللي اليوم سيدي عاوتاني غادي توصل 3500 درهم شو عاوتاني خاص محمد البلجين تخيل معايا طيح في شبيده هي كذلك وتكون طويله وما غليظاش بزاف ومن عشاق الكعب العالي اللي هو طالون كيفاش غتبان لك خاص محمد بهذا البلو هذا
اللي هي ديك مولات 6000 درهم حتى هي سمعوا خويا غادي ندخلها 3500 درهم اما العالمي ما جاوبنيش كاع وانت كتاخذ هذا العالمي 3500 درهم كنعطيها عاوتاني حتى هي كذلك حقها اللي هو جوهره هي كذلك حركه بالباط ديالها بالسلوفين ديالها مضروبه بالعطر اخر ما كاين في العطر في العالم وكنقول لك حتى هي كذلك 350 درهم زائد بواطه 50 درهم ها هي وكنقولك عاوتاني 3500 درهم دابا قضيت عليك فيها التصويره السمحات شنو غتصور من بعد وشحال غتسخى ما عرفتش شحال جهدك وشحال تقدر تغامر وتضحي انا معك حروبات السبسبات تبي تلو انا السبسبات اي تبي كل ما خو العالم في الملوينه شوف انا عاوتاني ديك كيفاش داير ديوغوس مخدوم كارتي والدوري يعني الطايت اللي فيها دوغي والحزا والصم اللي فيها يعني كارتي ومخدومه كذلك حتى بالحرير اللي بغيتي تخدمها بالحرير ممكن هذه هي دوبوند يعني فيها جوه بجوج ممكن صاري وممكن ايفازي عشاق بلوه لوين من اللوينات الرئيسيه اللي ما كيدي موضه ما والو على مدار العام تلبسي في الوقت اللي بغيتي والمناسبه اللي بغيتي يعني لوين شريف وطاهر هو هذا بلوغ واد بلوسيال تاهو كذلك زوين بلوسيال اللي غادي الفيغدو هذا تاهو كذلك لا طوندونس راكم عارفين يعني كيفاش كتطلع في الخدمه ديالو يعني تاهو كلشي لبسو كيف ما كنتي تلبسي هذا البلوسيال هذا يعني يا صغيره يا كبيره يا بيضاء يا صفراء يا قمحيه يا قلب الحموصه كيف ما كنتي يعني راه اللوينات اللي كنعطي غادي يمشيو معاك و الى عندك شي استفسار شي سؤال شاغل بالك شي حاجه ما فهمتيهاش تواصلي مع رميساء راه كتخلي الارقام ديال الدراري والدريات في صندوق الوصف ويشرحوا لك اختي كثر ما تجي عندنا للمحل مرحبا بك نهار كبير هذاك حصرينا الشارع تجي وتشوفي الواجب واللازم يعني كل يعني تمشي يعني فرحانه وناشطه هذه اللوينات اللي فات هي كذلك فيها بزاف اللون عاوتاني صورت لكم منها غير ثلاثه هما اللي صورت اللي بغى اللوينات ديالها عاوتاني تواصل مع الدراري والدريات تقول لي خويا صور لي اللوينات وراه غيصور لك اللوينات هاني شوف عاوتاني بلورو والحرير القفيطين ديالها تا هو الحرير اختي ميزان تكمول يعني كنقول لك قفيطين الحرير خفيف يعني ما كيوزن والو وزن الريشه شوف عاوتاني على اللون كيفاش داير هادي خلاص هانا سيدي هادشي كيف كنقولو غير باش نقولو لكم كي داز رمضانكم كلشي داز بخير وعلى خير وعيدكم مبارك سعيد والله يطول لنا في عمركم تنعيشوا عاوتاني ديما افراح والمسرات على شي والصحه والراحه وتلبسوا وتعاودوا ان شاء الله